الساعة هناك هو في حق ايه ضمن الساعة ان شاء الله. في حد في شخصية حضرتك عملتها في يوم من الايام وجبت بعد كده انت تخليك عليها او حد محتاج ان انت تعتذر له لا انا ما فيش حد بعينه بس انا اعتذر لاي حد انا اخطات في حقه في يوم من الايام. اصل خد بالك انا مش منزه يعني انت اما انت 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 في مواقف كتير بتطلع تقول كنت حاد شويه في الحته دي كان لازم اخف شويه وما بحبش اشوف اعاده برنامجي ابدا عمر ما رضيت عن نفسي يعني اقول يا الموضوع ده كان لازم اسخن في ايه ده ازاي تناولته بالهدوء ده وفي موضوعات تانية ابقى سخن كنت اوفر شويه في الحته دي فبحبش اتفرج على نفسي. انما اي حد انا تناولته بخبر ممكن يبقى غلط انا على الشاشه عندي جرأة الاعتذار عن اي خبر بقوله غلط او بيحصل فيه لبس او حاجه لكن اي حد انا بعتذر له طبعا يعني كلنا بشر وكلنا ممكن نخطئ في اي شغل لكن ما فيش حاجه يعني كانت شديده يعني لها تاثير شديد على شخص بعينه بسببي ما كانتش صحيحه ما حصلش انها ممكن خبر بقى حاجتين اولا لازم يبعد على المناصب الرياضيه لازم عشان يبقى منزه عشان وانت مشاهد تصدقني دي نمره واحد. نمره اتنين انه دايما انا مقتنع ان مفيش تنظيف قبل ما ينفعش اتطور قبل ما انظف لازم انظف الارض عشان ابتدي ابني يعني عمري ما هقعد الصم في بيت قايل للسقوط حله انك تهد وتبني تاني. احنا عندنا ازمة ضخمة جدا للأسف وسعت زي مصر كلها عارف البرومة اللي ضربت في كل حاجة فانا عندنا هتقول اتحاد الكورة طب هنغير مجلس طب ما انت عندك جماعة عمومية في مشاكل كل عضو جماعة عمومية في نادي ما هو ازمة ما تيجي تحسبها بقى فانت هتلاقي الشبكة فلازم الاعلام هنا دوره بقى انه ازاي ينظف وازاي يكشف وازاي ما يبقاش عشان الصوت الانتخابي فيسكت يبقى جاي له فلان فيساوم يعني في ناس اعلاميين بتساوم بالخبر يعني ممكن انت في نادي الاسماعيلي تكلم اعلام تقول انا عندي ورق على اكس رئيس النادي في مخالفه يوم الاعلام مكلم اكس يقول له انا ده بيسجل يوم يقول له انا عندي ده فلان يا اخي ما فيش داعي للكلام ده وبتاع فابقى ضمنت صوته. في ناس خدت عربيات من رؤساء انديه في ناس خدت هدايا بافراح بناتها وولادها بمئات الالوف في ناس خدت ساعات بمئات الالوف وبالالافات وطلعت قلت انا الكلام ده على الشاشه فتيجي تقول لي النهارده ارتقي ازاي بالرياضه طب ما هما الناس دي هي اللي بتمارس الدور الرقابي في الرياضه مصيبه سود يعني لما الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الاهلي وده اكبر نادي في الشرق الاوسط واكبر نادي جماهيري من اكبر انديه جماهيريه في العالم صح طيب لما يتمسك ويروح يبات في الاسم في زنزانه بيت بقى انه بيت في اوضه المامور يعني تعريض لما ده يحصل ومفيش برنامج يناقش الموضوع يعني راجل متهم باهدار مال عام وتربع وكسب غير مشروع واستيلاء على مال عام واستيلاء تهم كل التهم دي وثروه طائله مش قادر يسمع ويطلع بكفاله 2 مليون جنيه وتربح وكل الكلام ده ومحدش يناقش خالص. فلما انا ناقش الموضوع ابقى حد جدا فبان ان انا راجل وكاني بقى مستقصد الكابتن حسن حمدي لان انت بتفتح هنا ابيض تفتح هنا تفتح ده تلاقي مولع الدنيا ما هو النهارده حتى سيبك من ان انا ابقى مختلف او متفق مع كابتن حسن لكن هو في النهايه رئيس اكبر نادي لما يتهم لازم بدي ردات تتكلم تناقش لما ينزل في جريده الوطن على مدار 3 ايام نص تحقيقات مع كابتن حسن حمدي واتهامه وعندك 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 واهرام والفلوس اللي عرفش وجهاز مركزي والاجهزه الرقابيه ده تحقيق رسمي عمله مستشار معاه ونص التحقيق اللي مختوم بختم الوزاره بوزاره العدل موجود او الكسب غير المشروع او نيابه الاموال العامه كل ده ومحدش يتكلم فتقول لي بص اي شيء اي شيء اي شيء انت تبقى مؤمن من جواك ان انت ما قلتوش عشان خاطر سبب جواك يبقى انت ماشي غلط. اوكي قول بس انا عايز نروح بقى لحضرتك الرياضه شويه انت عايز تهرب من الاول اهو
هو نجوميته تشفع له. لا احنا عايزين تفسير حاجه يصلح وزيد يكون وزير يعني اتمنى انه يصلح. كلنا بنتمنى النجاح. لا ما اعرفش انا هاخد حضرتك النقطه دي. لا كتاريخ بص كتاريخ ما عنديش حاجه اقيس عليها للكابتن طه يعني ما اقدرش حاجه قدامي غير انه كان في دوره او دورتين في الاهلي كان معارض ليس اكثر من ذلك. لكن ما عنديش حاجه قلت ادار كذا عمل في المجال كاداره رياضيه اتمنى له النجاح لكن عندي حاجه ابني عليها ما عنديش. طب هو حضرتك كان مرشح للنادي الاهلي هل يعقل القاعدة كان مرشح خصم في الاتحاد الاهلي يجيب وزير زي ما حصل مع حسن صار وحسن صار اداره الزمالك لما كان خسر امام محترم وصفى جميل وزير ما احنا بقى بس وزارات الرياضه والحاجات دي في اي حكومه مش في دماغها يعني عايز تقول ان الببلاوه فاهم حاجه في الرياضه عشان يختار الكابتن طاهر او يمشي العامر او يجيب هو ما اختاروا العامر اختاروا لي يعني اختاروا لي غير علاقات شخصيه مرات فلان كلمه مرات فلان شاف ابو زيد اختار عشوائي طاهر ابو زيد اختار عشوائي لا نجوميه طاهر ابو زيد شفعت له انت عارف انت في الوزاره دي حصل ايه ان الاحزاب رشحت ناس فحزب الوفد رشح الكابتن طاهر للرياض فلما تيجي تقيس لما تيجي تشوف الاسماء يعني لو انا دبلاو يعني عايز اختار بين محمد وايمن ومحمد وطاهر اختار طاهر كاسماء يعني ما اجي اقول الاسماء اللي بترد لكن طب لو فوت تقدر تختار وزير تختار مين وزير الرياض ايه لو فوت حضرتك بختار وزير تختار مين لو انا بختار اكاديميا اختار اشرف صبحي كروي انا اختار هاني رمزي عشان ابو ريده لا محمد اكتر نقطه حضرتك هجمت العمد عليها تعيين مستشارين طبيب بيطري انا جبته في كل حاجه اشتغلنا عليها زي الفل طاهر جدد الثقه هو كابتن طاهر بيلعب انتخابات بقى العامر اللي تقول في الاهلي يعني اصل مين الاخ محمد اسمه محمد ايه محمد رفعت ده راجل دكتور بيطري يعني علاقته على طول احنا بقر هتقول على الشاشه كده قلت احنا بقر في جنرال طبيب بدني ايه تنميه بشريه يعني مش فاهم يعني ايه اشتغل تنميه بشريه تنميه بشريه الواحد دورات على مصطفى الفتي وكده هو ده كلام اصلا مدير المعهد العربي للعلوم الرياضيه مين اللي كشف المعهد كشفت المعهد العربي للعلوم الرياضيه الاكاديميه وطلع نفاه وجبت له الورق على الشاشه وجبت له الورق على الشاشه ايه المعهد العربي للعلوم يعني ايه اعمل معهد وراح حد الاكاديميه 25 مليون جنيه طب ما اعمله في كليه التربيه الرياضيه يعني ايه دورك انت كوزاره الرياضه تعمل معهد تعليم انت مالك انما ده راجل يعني بينام يحلم او حد يقول له كلمتين تنزل ينفذ ولا فاهم حاجه يعني هو سقطه من سقطات يعني كابتن طاهر على الاقل نجم فما يغلط هيشفع له تاريخه نجوميته هنقعد نصوبه بس يعني ايه برضه طاهر ابو زيد يعني كاس امم 84 وهداف ست وجون المغرب وكاس عالم يعني هتقعد انما العمري لا راجل كان اكاديمي ولا كان بيلعب غير انه زوجة كلمت زوجة فجأة هو اصلا هو ما هيمشي للكوميديا اساسا هو ما هيمشي للكوميديا يا بيه ما بيفهمش حاجه انا بقول لك صراحه لا يفهم شيء العمري فاروق اكذوبه الرجل اللابتوب هو راجل يجيب اي مناش بتاع بتاعه ويقعد يقول لك زين وخلاص خالد عزيز ما كانش اصلا وزير غير خالد عزيز لا خالد عزيز راجل هو ميوله الشبابيه اكتر تجديد الثقه في المستشارين دول تربطات انتخابيه للاهلي اتصور طبعا هنكمل النهارده عشان طبعا دي 100% موقف الاهلي والزمالك والكوارث في ايه؟ الجولتين في البطوله الافريقيه جولتين الدور 8 منطقي اللي كان غير منطقي ان الاهلي يكسب البطوله اللي فاتت ده كان غير منطقي ده لذلك انا قلت ده اعجاز لكن المنطق اللي بيحصل الرؤيه هتقول ليش الدوري متوقف ولاعيبه عندها مشاكل ماديه ليش ما بتاخدش وبتلعب الظهر وبتلعب في الصيام وتقول لي اصل هكسب البطوله ما لا المنتخب كاس عالم وبرادلي انا مش متفائل منتخب مش متفائل لا منطقي لكن المنافسين مش ما يخوفوش للدرجه يعني تقدر لو انت بنص مستواك تقدر تتعوض يعني في امل يوم كل اربع جولات طبعا في امل يعني يقدروا بالخبرات يعملوا ده ولو ان فرصه الاهلي اقوى شويه من الزمالك لان الزمالك يعني مشاكله اكتر ومش منه لعيبه اكتر بس تدريج الماتشات الزمالك اسهل لكن الزمالك عنده لعيبه مشيت مهمه وما عوضش لان القيد الافريقي اتقفل فما قدرش يعوض الخمسه اللي مشوا الزمالك عنده كبسه ان هو يدخل بطوله زي 29 لاعب يعني حتى ما يقيدش علي فريد اللي انت جبته مشكله عنده مشكله اداريه ما انا عشان كده بقول لك